تلقى معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تهاني وتبريكات أصحاب المعالي والسعادة سفراء الدول العربية المعتمدة في لندن على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة. جاء ذلك لدى ترأس معالي اجتماع مجلس سفراء العرب لدى المملكة المتحدة، وخلال الاجتماع أشاد سفراء الدول العربية بما تضمنته زيارة رسمية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اجتماعات عالية المستوى، مشيدين بالصدى الطيب الذي تركته زيارة في العاصمة البريطانية لندن والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الاجتماعات والتي توجت بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم الثنائية في مختلف المجالات الحيوية والفعالة خاصة في مجال التجارة والاستثمارات وتبادل الخبرات.